يعني الى حد ما بشكل كبير من متابعين الدوري الالماني. طيب معانا كمان تشكيل البايرن في اخر مباراه امام هيرتا برلين، برضو ده متواجد معانا كابتن، كان وده 2-1. تستشف منه ايه اللي ممكن يبتدي بيه هانز فليك في مباراه الغد. ده مانويل نوير في حراسه المرمى، وبافارد ونيكولاس شولا وديفيد البا ولوكاس هرنانديز وكيميتش في وسط الملعب لوحده، وهو بيلعب 4-1-4-1. ده طبعا يعني بنتكلم في طريقه لعب بايرن ميونخ، ساني وجنابري ومولر وكومن وليفاندوفسكي في كفيرود وحيد. ده شكل البايرن. اعتقد ان الكابتن يعني اسامي باسمها ما شاء الله، مش عايز يعني ايه نقول. عندهم طبعا دوجلاس وعندهم مجموعه من اللاعبين برضه موجودين على دكه البدلاء، مش ما شاء الله. ده الشكل يا كابتن. عايزك بس اطلع تجيب لنا الاهلي، لان التوقع بالنسبه لكباتننا بكره ازاي الاهلي يلعب، ازاي يشتغل، ازاي الشكل الخططي، هل ممكن يختلف ولا لا؟ وبالتالي لما تغير شكل خططي اكيد في لعيبه ممكن تتشال وممكن لعيبه تانية تتحط كابتن ضيف. انا يعني هقول لك حاجه، انا اهم حاجه بالنسبه لي في النادي الاهلي دور نص ملعب. يعني انا شايف ان السوليه وديانج دول هيبقى محور الارتكاز بالنسبه لنا، او رمانه الميزان بالنسبه في النادي الاهلي. انا شايف انه لازم ديانج يبدا بيه. يعني لو موسيماني فكر انه يقعد ديانج، انا على ما اعتقد هيبقى خطا كبير جدا. ديانج عنده كل مقومات اللعيب المحترف، قوي، كوره، سبرينتر، راجل بيغطي بصوره غير عاديه، بيرحل كويس جدا جدا، وفي نفس الوقت ما بتحسش فيه بمعاناه، اللي بيتزنق بيلاقيه قدامه. انا استغربت بامانه ان الماتش اللي فات ايا كان ان هو بره، وفي نفس الوقت انا قريت المباراه، يعني الفرقه الدحيل النادي الاهلي كان بيلعبها، ما اعرفش الاعلام يا فاروق مسلم كبر قوي الفرقه وضخمها الدحيل. طبعا هو فكره الاحترام يا كابتن، ده لازم تبقى يا كابتن فاروق. يعني انا مش معقول، انا مش هحترم، انا لو بلعب فرقه قسم رابع حتى وانا النادي الاهلي لازم هحترمها. والنادي الاهلي من طبعه او من سماته ان هو بيحترم كل الانديه اللي بيلعبها والفرق اللي بيلعبها. لكن انا بقول كبر قوي الفرقه، كانت لازم يعني تبان على طول انه لازم بقى يبدا بشكل تشكيل الاحسن. كابتن كان في الدحيل اللي لعب بيه مستر موسيماني، هو تقريبا الموس، يعني الموس كان بيلعب بيه. انا مش عارف، انا شايف ان هو حمدي 4-2-3-1 ممكن يبدا بديانج بدل حمدي. انا على ما اعتقد يبتدي بديانج بدل حمدي كابتن. انا شايف كده، ما يحطوش وسطهم يعني. بص، لو التزم الاهلي بالطرفين، انا بقول لك اهو مع عمرو السوليه ومكان حمدي يتحط ديانج، انا بقول لك الاهلي يبقى سهل جدا بالنسبه له. يبقى 4-4 ممكن 1-1. هو بيلعب 4-1-4-1 بايرن. لو هو فكر في وقت الكره، ما الاهلي بيفقد الكره وقت الاهلي ما بياخد الكره، يبقى 4-4-1-1 هتفرق. بس المشكله زي ما بقول لك يا فاروق، انا وجهه نظري من اهم المقومات اللي تخلي الاهلي ثابت جدا جدا التزام تام بالتعليمات. خلي بالك طريقه الاهلي دي يا كابتن لما في الجزء الهجومي تبقى 4-1-4-1. بص، بس هو لما تحسبها فاروق، لما تحسبها كده على طول، اسال ابو مسلم، لما تيجي تحسبها مسلم في اي مباراه ممكن تبقى كام؟ 4-6، ممكن تبقى 3-1. ده لو اداك الحريه المدرب بقى وشغال بالظبط. بس هو في التزام بتعليمات اللي هي ايه؟ انا لو بلعب باثنين، وقت ما بهاجم ولو محتاج واحد يزيد هنبقى كده يا فاروق قدام بعض. بدافع لازم ابقى جنب بعض، وبعدين الديفندر الاولاني لازم تحركه مرتبط بتحرك الديفندر الثاني. لو سبناها كده على المشاع، لا الاهلي يتعب جدا مع فرقه بايرن، لان فرقه بايرن من اقوى الفرق اللي بتعمل المرتده بسرعه. انا مش فاكر الماتش، بس مش فاكر كان بيلعبوا مين. ارتداد غير عادي، يمكن اقل من 8 ثواني كانت كره الناحيه الثانيه، يعني من 18 اقل من 8 ثواني، 5 6 ثواني عدائين يا كابتن. ده لا ما شاء الله، انت عارف الالمان قوات. انا بتكلم على حته الالتزام، يعني علي معلول، محمد هاني، لازم نلتزم. لازم، مش رايح يعني طاير. فكره هاني يا كابتن، طبعا الاصابه بتاعته ممكن يلعب ممكن ما يلعبش، الافضل بقى مكانه يبقى بيكهام ولا اكرم؟ انا بامانه لا، انا شايف اكرم. اكرم يمكن واخد اكتر شويه الفتره اللي فاتت، بياخد وبيكهام كان بياخد يا كابتن برضه. بس اكرم زي. انا حاسس ان برضه اكرم يعني عارف داشن شويه. أوكي. عصب ناشف شويه وقوي. ممكن يقابل الدشانه والقوه بتاعت
الالمان. من وجهه نظري لو زي ما بقول لك لو التزمنا وعلى التطين ذات، انا بقول فرقه الاهلي او فريقنا الاهلي بكره هيعمل ماتش كويس جدا باذن الله ان شاء الله. بص احنا حاطين ايه، بايرن ميونخ من افضل الفرق لعبا على المرتدات، هي نقطه ان بايرن هو اللي هيقفل وهم ويلعبوا على المرتدات. ايه المشكله؟ طب هقول لك حاجه، معلش يا فاروق هقول لك حاجه، ايه المشكله يا فاروق؟ احنا منتخب مصر، لعبنا ايطاليا ولعبنا مين؟ لعبنا البرازيل، كنا خسرانين 3-1 طبعا وتعادلنا 3-3. لا هي الفكره وخسرنا 4-3. هي الفكره ايه؟ انت يعني الجمله نفسها لازم نتفائل يا فاروق. لا لا هو الاهلي، هو الاهلي بص. طب اقول لك حاجه، لازم اصدق نفسي ان انا الاهلي وانا كويس. هو احنا وده اللي انا هعيده تاني، لازم بغض النظر عن ان كان ماتش ودي ولا لا، هو ريال مدريد لما كان في زيدان وراؤول وفيجو ولما رحنا روما باتيستوتا وجوارديولا والناس دي، لا يعني الموضوع مش كده خالص. الموضوع بيتحسب انت فعلا جوه الملعب 11 ضد 11، وزي ما قالوا ده عنده اخطاء وده عنده اخطاء، مين اللي هيستغل الاخطاء؟ كابتن مسالم، فكره التشكيل هل انت متفق مع الشكل الخطي اللي بيتكلم عليه كابتن ضياء، ولا عندك جزئيه ثانيه مختلفه في الجزئيه دي؟ لا انا في اختلاف يا فاروق طبعا. لو جينا نتكلم على بايرن ميونخ، هو بيلعب 4-1 4-1، يعني الخطه اللي يعني نص الملعب والتحول من الدفاع للهجوم اللي كان بيتكلم عليه دي ميزه عنده صعبه جدا، اللي هو عنده سرعات وعنده في اقل وقت من 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 التايم بياخد يقدر يعني يجيب اهداف ويوصل لمرمى الخصم في اسرع وقت موجود. لو جينا نتكلم على مستر موسيماني، لو جينا نتكلم في فاروق برضك وقلنا الشكل العام اللي هو عايزين نقابل، انت كمدير فني لازم اعمل ايه؟ لازم اعمل زحمه في نص الملعب. انا ما ينفعش يا فاروق افتح الملعب او افتح الشكل بتاعي. لو انا هلعب مثلا كنت بلعب بعمرو السوليه الماتش اللي فات او حمدي فتحي، فانت كده بتلعب اثنين بس، الاهلي المفروض بيلعب 4-2-3-1. ده المفروض الاهلي بيشتغل كده. انا الماتش دوت مش ما ينفعش افتح الملعب كده يا فاروق. لو انا هلعب اربعه هلعب بالاربعه زي ما هم موجودين، هاني وايمن اشرف وبدري بنون وعلي معلول. انا شايف هتحط حمدي فتحي رقم سته، وهتحط جنبيه عمرو السوليه وآلي ديانج. ليه الثلاثه دول يا فاروق؟ عمرو السوليه عنده ميزه مميزه جدا، اللي هو على طول مش رقم سته، رقم ثمانيه بيزيد. فهتبقى عندك في نص الملعب يبقى في خلل لو موجود. وآلي ديانج في حاله من الحالات شفناها الماتش اللي فات، كان بيطلع بيعمل كروس باص من الجنب من الطرف المكان اللي هو مكان اللي كان موجود فيه حسين الشحات الشوط الثاني. فلا انا حمدي فتحي لازم حد يوقف لي قدام الاربعه دول، يبوظ لي الخطه اللي موجوده او الشكل اللي هم هيبتلوا عليه. يبقى ماسك الصائد ده. بس حمدي فتحي هو عنده القوه وعنده السرعه بيقدر يحتك، وآلي ديانج عنده قوه جسمانيه، فانا اقدر اعمل كتكتل في نص الملعب، اخلي اي حاجه تيجي عليا يبقى الموضوع سهل. الثلاثه اللي هم الاربعه والثلاثه اللي ورا يبقى كده كام؟ سبعه. طبعا. هعمل ايه تاني؟ هيبقى عندي طاهر محمد طاهر مش هيبدا الماتش، هحط مثلا قفشه النحادي قفشه واحط. انت كده هتستغنى عن طاهر عشان تلعب بالطريقه دي. قفشه في 10 ده من وجهه نظر. بس قفشه هحطه على الطرف من الاطراف. قفشه؟ قدام محمد هاني، والشوط الثاني عملها كويس وقدر يدافع مع محمد هاني. والناحيه الثانيه هنحط مين؟ حسين الشحات الموجود، هتحط وتر بولي راس حربه وحيد. ليه؟ عندك قفشه بتقدر تستفاد منه في الصراع الهجوميه بيبقى موجوده. كان عندنا مشكله كبيره جدا الماتش اللي فات، اللي محمد هاني الناس كلها شافت محمد هاني كان عنده مشاكل. كان في من ضمن حالات كان في مشاكل، بس كان مش عارفين السبب الرئيسي يا فاروق اللي كان بيلعبوا 2-1. يعني خلي بالك حسين الشحات ما كانش بيرجع يدافع مع محمد هاني كتير في الوقت ده. الماتش اللي فات فكان انت 2-1، يا اما اعدي واعمل باص، يا اما اخش واجيب واقدر اعمل 2-1. فدي كانت المشكله موجوده. فانا بتكلم كده، هتحط تثبت قفشه بيقدر، لعيب بيقدر يمسك الكوره، بيقدر يتحكم لك في اداء اللعب، يقدر يوقف على الكوره ويعمل باص ويلعب ووتر بوليا، يقدر يخبط شويه ويجري ويستغل الفرصه دي. وحسين الشحات نفس الكلام. ويبقى انت كده فاروق عملت ايه؟ قفلت الملعب كله. خلي بالك قفشه بيخش مع الملعب. يعني انت عايز ولتر بواليا يلعب مش محمد شريف، انت كنت قلت عايز محمد شريف. لا الماتش دوت يا فاروق بقول لك الادوات لو جيت قلنا في الكلام بنتكلم في الاول مختلف عن الضحيه. بس انا الخصم عندي لازم اشوف السلبيات والايجابيات اللي عندي. انا مثلا خط الدفاع بتاعهم هو قوي جدا او خط الهجوم قوي جدا، فانا هعمل كده ايه؟ زحمه في نص الملعب. فعندي الخط لو جينا نتكلم بايرن ميونخ فرقه كبيره جدا، بس بنتكلم في يعني الملاحظات اللي احنا شفناها، الخط الدفاع بتاعهم مش نفس المستوى اللي هو